اهلا بيكو في الفيديو ده عن ايه المقومات اللي محتاجه تتوفر في وسائل التقييم عشان تبقى وسيله التقييم دي وسيله كويسه. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن وسائل التقييم المختلفه، بعض المميزات والعيوب في كل واحده منهم على حده، وبعدين في الفيديو اللي فات على طول اتكلمنا عن الاكيورسي والبريسيجن او الدقه والاحكام في وسائل القياس. المفروض ان شاء الله هنتكلم دلوقتي مع بعض في المحاضرة دي عن هي ايه المقومات اللي ممكن تخلي وسيلة القياس دي وسيلة كويسة او مش كويسة. اولا طريقة الاسسمنت لازم تكون قادرة على انها تقيس اللي هي المفروض تقيسه، زي ما قلنا مثلا ان انت مش المفروض ان انت بتقيس اللغويات تقيس بيها قدرته في الحساب، النحو عمره او صحة النحو او صحة الاملاء عمره ما بيقيس قدرتك على الحساب. في نفس الوقت برضه ما ينفعش ان انا يبقى عندي سؤال او متطلب من المتطلبات اقول له fill in the blanks، كمل الجملة، والمفروض ان السؤال ده في الامتحان اللي هيكمل بيه الجملة بقيس بيه قدرته على التصميم. ده مش سؤال تقيس بيه قدرة الطالب على التصميم. هنا يرجعنا يمكن كمان للكونسبت بتاعت البلوم تاكسونومي، خلي بالك دايما البلوم تاكسونومي في بالك، والمستوى التعليمي بيحدد طريقة القياس. برضو الامتحان التحريري او الشفوي، يمكن الشفوي يعني ما خلينا نتكلم على الامتحان التحريري خصوصا، صعب جدا انك تقيس بيه قدرة الطالب على استخدام العلم اللي اتعلمه. الابيليتي تيجي في الديمونستريشن او تيجي في تيجي عن طريق الامبلوير سيرفي، لكن ما تجيش عن طريق الامتحان. برضو من الحاجات اللي محتاجين نحطها في اعتبارنا ان اللي بيخلي طريقة التقييم كويسة ان هي تكون تتناسب مع المستوى، المستوى التعليمي اللي احنا بنتكلم فيه لازم هو اللي نقيسه بطريقة تتناسب معاه. زي السيرفي مثلا، السيرفي ما ينفعش استخدمه في مستوى الريكوجنيشن، السيرفي ده فيه عملية تقييم بشكل عام، رأيي ايه وانا لسه بتعلم المبادئ، حتى لو المبادئ في مادة علمية متقدمة بس ليها مبادئ وليها اصول، لسه بعرف الديفينيشنز، لسه بعرف الرسمة شكلها ايه، لسه بعرف 1+1=2، فين السيرفي هيقيس ايه. وعلى العكس طبعا ما ينفعش اقول له قارن ده بده، ولما يقارن حاجتين اقول والله هو يعرف او ما يعرفش استخداماتهم ايه، ده برضو ملوش علاقة بده. تاني برضو لو تلاحظوا ده له علاقة بايه، بعملية البلوم تاكسونومي زي ما اتكلمنا من شوية صغيرة. من الحاجات اللي تخلي وسيلة التقييم برضو كويسة ان هو تبقى قادرة على انها تفرق بين المتدربين او المتعلمين. لازم يبقى عندي طريقة اقول فيها البني ادم ده احسن من البني ادم ده للكمباريزون، وعلى الجانب الاخر برضو لازم ابقى عارف انا طيب امتى الحتة دي يقل فيها درجة او يقل فيها درجتين او يقل فيها 3 درجات، وبعدين اقيم الباقي السؤال ازاي او اقيم بقية البروجكت ازاي. فهنا علشان نفرق والله الجزء ده يستاهل 5 درجات مثلا، طيب لو عمل ايه ياخد 5 درجات، لو عمل ايه ياخد 4، لو عمل ايه ياخد 3 2 1 0. وده يرجعنا للكونسبت بتاع الروبريكس اللي اتكلمنا عليه في الاكتيفيتيز، ان وجود الروبريك ممكن يساعدنا في عملية الديفرنشيشن دي مع صعوبة إخراج الروبريك، لكن هي زي ما قلنا في وقتها وما زلنا بنقول إن هي بتسهل لي عملية التقييم والتفريق مع الوقت. يجي بعد كده إيه اللي ممكن يخلي وسيلة التقييم دي وسيلة وحشة؟ والله عكس اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي، ان هي مش بتقيس الاوبجكتيفز، وسيله التقييم مش بتقيس الاوبجكتيف، ما ينفعش. برضو وسيله التقييم اللي ما نقدرش نفرق بيها
من المستويات المختلفة ما بين المتدربين أو الطلاب، أو في نفس الوقت ما نقدرش نعمل فيها differentiation لأداء الطالب الواحد في نفس الحاجة، هي يا 1 يا 0، يا عملها يا ما عملهاش. حاجة من الحاجات مثلا اللي موجودة في المالتيبل تشويس كويستشنز. المالتيبل تشويس كويستشنز على قد ما ليها مميزات، على قد ما عيبها الأساسي إن هي يا صح يا غلط، ما أقدرش أقول له فيها أنت تستاهل نص درجة أو درجة ونص. برضو لو الامتحان او طريقة التقييم معتمدة قوي على الـ prerequisites، زي ما قلنا مثلا احنا نتكلم من شوية في البروجكت على بروجكت في الاردوينو مثلا، ده هيكون فيه اعتمادية كبيرة على الطالب او المتدرب، بيعرف يبرمج سي ولا لا، وبيعرف يوصل دوائر الكترونية ولا لا. لو هو اوريدي ضعيف في دول جدا وجيت امتحن في الاردوينو، هو ممكن يكون فاهم الماده العلميه بتاعت الاردوينو بس مش عارف ينفذها. ليه؟ لان متطلباتها ليها متطلبات تانية في البريكويزيتس لازم يكون يبقى شاطر فيها وكويس فيها عشان يعرف يشتغل معانا في البروجكت بتاع الاردوينو. برضو من ضمن الحاجات وهي الليفل، ده اتكلمنا عنه، ما ينفعش ان انا اعمل سيرفي لحاجه في الكوجنيشن او الريكوجنيشن والاندرستاندينج، بينما ما ينفعش اعمل استخدم الديزاين مثلا لقياس سوري ما ينفعش استخدم فيل ان ذا بلانكس لقياس الديزاين ابيليتيز. الحقيقه هنا ده يجيبنا لاهم جانب من جوانب العيوب اللي ممكن تبقى موجودة في وسائل القياس أو وسائل التقييم، وهو الحيود. الحيود أو الضلالات زي ما ساعات بحب أقولها، دي حاجات ناتجة عن إننا بشر، إحنا كبشر ما بنشوفش حاجة على حقيقتها، وإنما بنشوف الحاجة بناء على خبراتنا ومعرفتنا المسبقة. مثال سهل وبسيط، امتحان شفوي وانت جاي امتحنك، لكن للأسف كان بيني وبينك خناقة قبل كده ملاش أي علاقة بالكورس لسبب أو لآخر، يا ترى ده هيأثر على تقييمي ليك؟ ويا ترى هيأثر سلبا ولا إيجابا؟ ممكن يأثر إيجابا، زي مثلا أنا أكون حاسس إن أنا خايف أظلمك عشان في بيني وبينك قبل كده خناقة، أقوم إيه اديك درجات زياده. طب ما انا كده برضو ده بايس، صح جه لصالح الطالب بس ما هو مش من مصلحه المجموعه، بمعنى ان انا كده قيمت طالب على انه احسن مما هو، وبالتالي بقى طلع ان هو احسن من واحد ممكن يكون اداؤه في الاصل احسن. احنا بشر. في طبعا لو هنتكلم على البايسز، بايسز عالم كبير، هياخد وقت كبير، في محاضره كامله على الاكاديمي اوف نوليدج على الكوجنيتيف بايسز. البايسز شيء في طبيعتنا، فاحنا بنحاول نتجنب البايسز على قد ما نقدر. عشان كده مثلا وانت بتصلح امتحان مكتوب بيبر بيز اكزام مثلا، بتحاول ما تبصش مين اللي اسمه على ورقه الامتحان حتى لو اسمه موجود، ما تبصش عليها. ليه؟ علشان انت معرفتك بالطالب ده ممكن تاثر على تقييمك ليه. لما بتيجي تعمل بروجكت بتحاول تخلي اكتر من واحد يقيموا البروجكت علشان البايس يشيل بعضه. لو بتعمل اورال اكزام بتحاول تخليها لجنه مش واحد مثلا. من الحاجات برضو اللي بتقلل البايسز الروبريكس، لان بتقلل ان انت تحيد كتير عن اللي الروبريك قايلاه. ومع ذلك لازم نعترف البايس موجود، احنا بشر والبايس دايما موجود. كل اللي بنحاول نعمله بس ان احنا نقلل الافكت بتاع البايس ده علشان التقييم يبقى اكثر موضوعيه مش اكتر. ارجو ان المحاضره دي في وسائل التقييم نكون استفدنا منها وتعلمنا هي ايه الاسسمنت وايه الوسائل المختلفه وايه اللي بيخليها كويسه ويخليها وحشه. ويا ريت لو نقدر نعمل براكتيكال ابلكيشن مع بعض في اللايف كورس، او لو انت
ومجموعه من زملائك تحبوا تعملوا ابلكيشن على الاسسمنت تولز مع بعض، دي برضو تبقى حاجه جميله. يبقى احنا في المحاضره بتاعتنا اتعلمنا الحاجات اللي حطيناها في السمري دي، وان شاء الله في المحاضره الجايه هنبتدي نتكلم بقى على الكلاس مانجمنت تولز، ازاي ادير وازاي اجهز بشكل بقى مبني على كل اللي اتعلمناه لغايه دلوقتي، ازاي ادير الكورس بتاعي او المحاضره بتاعتي بشكل افضل. ارجو ان المحاضره دي تكون كانت مفيده، وارجو ان تتابعونا في المحاضرات الجايه ان شاء الله. شكرا.